هلا أنا حجزت من خلال شركة البيكاسوس، وحجزت تكت من مطار من تركيا باتجاه ديسلدورف بألمانيا، فاضطريت إنه أضيف شناتي على الوزن، حسب ما كان عندي وزن، كان معي وزن إضافي، فمضطر أشتري وزن إضافي، فاضطريت أشتري وزن إضافي عشان الشناتي الزيادة اللي موجودة معي، لأنه إذا اشتريت من المطار راح تكون التكلفة أعلى، فأنا مضطر أشتري أونلاين من خلال التطبيق الخاص بهذه الشركة. هلأ الطريقة راح تكون على الشكل التالي عشان أشتري وزن إضافي معي بالطيارة، راح تكون على الشكل التالي: بعد ما فتحت على تطبيق البيكاسوس الموجود عندي هون على الشكل التالي، راح أكبس لتحت بالأسفل الكونتينيو ويزوت ميمبرشيب، يعني الاستمرار من دون العضوية، على الشكل التالي يطلع عندي هي اللوحة الرئيسية الخاصة بالتطبيق على الشكل التالي. هلا راح نشوف بالأسفل في عندي خيار اسمه ماين فلايتس، يعني طيارتي، راح نكبس عليها تخطة. هلا عم يطلب منك تدخل رقم الحجز مع اسم مع كينة المسافر. رقم الحجز لما بعتوا لك ايميل على البريد الالكتروني الخاص فينك، عم يكون في رسالة فيها رقم الحجز وهون اسم المسافر. هذا بالنسبة لي، راح ادخل هاي البيانات وراح اكفيه. هلا بعد ما دخلت رقم المسافر مع رقم الحجز مع الكنية الخاصة بالمسافر، راح أكبس كلمة سيرش فور أتريب، يعني البحث للرحلة. عم يعطينا على الشكل التالي، عم يخبروني بيانات الرحلة من أكسراي، من مطار أكسراي، مطار قيصري باتجاه دوسلدورف، توصل الساعة 6:30. هلا هون على الشكل التالي، راح ننزل تحت بالأسفل عشان نحجز تيكت، عشان نحجز وزن إضافي. بعد ما نزلنا نضغط على الشكل التالي، راح نشوف هون اسم المسافر، وعند كلمة باجاج على الشكل التالي هون عم يخبروك انه في عندك هون 30 كيلو، بامكانك انه انت معك 30 كيلو. هلا عشان بدي احجز وزن اضافي، راح تكون على الشكل التالي، راح اكبس على اشارة الزائد الموجودة عندي هون على الشكل التالي، حد كلمة باجازز على الشكل التالي، راح اكبس على اشارة الزائد، يطلع عندي هون على الشكل التالي، عم يخبروك انه انت معك بامكانك حاجز معك 30 كيلو. هلا راح اكبس على السهم الموجود عندي هون، بدي اضيف اكثر من 30، معي 60 كيلو، بدي اضيف 30 ثانية، بدي اضيف 30 كيلو جديد، راح اكبس على السهم الموجود عندي هون. هلا راح يكون على الشكل التالي، عم يخبروك 10 كيلو 50 يورو، 20 كيلو 100 يورو، فرضا بدي ازيد فقط 10 كيلو، 10 كيلو 50 يورو. هلا راح اكبس على الشكل التالي ابروف الاضافه. هلا عم يخبرك على الشكل التالي انه انت حجزت هلا وزن اضافي 10 كيلو بسعر 50 يورو، فصار وزن الاجمالي 40 كيلو، ان كان معي من قبل 30 كيلو هلا صار عندي 10. هلا راح اكبس على كلمه بروسايد ترو تو ترافايل سميري، راح اكبس عليها ضغطه. هون على الشكل التالي عم يخبروك انه الوزن اللي انت حجزته الاضافي اللي انت حجزته 10 كيلو. هلا راح اكبس على اشارة تشيك الموجود عندي هون، وراح اعطي بروسايد تو بايمنت، يعني المعالجة باتجاه الدفع، راح اكبس هيك على الشكل التالي. هلا عم يطلب مني اختار انه طريقة الدفع، بامكانك تدفع من خلال، على الاغلب هي الطريقة، من خلال الماستر كارد. هلا في عندك عديد من الخيارات، في عندك خيار دفع من خلال الجيفت كارد، او من خلال الكريدت كارد، او من خلال البان كونتاكت، او الدفع السفورت، او من خلال الايديال، او من خلال التحويل البنك. انا بالنسبه لي بدي ادفع من خلال الماستر كارد، راح اختار الخيار الموجود عندي هون مت كريدت كارد، راح نكبس عليها ضغطه. لو عم يطلب منك تدخل البيانات الخاصه فيك، اسم الكارد، نوع، يعني رقم الموجود على الكارت الماستر كارد، وهون الكريدت كارد هون يعني اسم حامل الكرت، وهون راح ندخل الصلاحية الخاصة بالكرت اي ما تخلص. هون رقم CVV، هذا كود مؤلف من 3 أو 4 أرقام موجود على ظهر الكرت الماستر كارد. هلا انا بالنسبة لي راح ادخل هاي البيانات كاملة. بعد ما ادخل هاي البيانات، هلا انا بالنسبة لي راح ادخل هاي البيانات وراح كفي. هلا بعد ما دخلت بيانات الكارت الخاص فيني، راح اكبس على العبارة الموجودة عندي هون اسمها سينجل بايمنت، يعني دفع لمرة واحدة، راح اكبس على خيار السينجل ذا بايمنت، راح نكبس عليها ضغطة. هلا عم يعطينا على الشكل التالي، عم يطلب مني انه المصادقة الثنائية، عم يطلب مني انه عشان نروح عشان التأكيد من دفع من خلال كارت الماستر كارد على تطبيق الماستر كارد الخاص فيني عشان اعطيه التأكيد. هلا بالنسبة لي راح اروح على
التطبيق الخاص بالماستر كارد الخاص فيني وأعطيه تأكيد عشان الدفع. ثاني على الشكل التالي مطلوب مني المصادقة الثنائية أنه تمت بنجاح على الشكل التالي. وبعدها أعطاني على الشكل التالي إنه هلا أعطاني على الشكل التالي إنه الدفعات تمت بنجاح والحجز الخاص بالحجز الخاص فيني الإضافات اللي ضفتها تمت بنجاح. وهيك بنكون ضفنا وزن جديد على السفر الخاص في من خلال تطبيق البيكازوس الخاص بالشركة التركية البيكازوس. هلا عشان أتأكد إنه الوزن تم إضافته بشكل فعلي رح أروح على نفس الخطوات على الشكل التالي. على التطبيق على الصفحة الرئيسية رح أكبس كلمة ماي فلايتس، رح تحطون رقم الحجز مع اسم المسافر على الشكل التالي. بعدها رح تنزل لتحت بالأسفل رح تشوف هون الوزن الخاص فينك 30 كيلو زائد رح تشوف حد كلمة باجاج الوزن اللي انت مسموح لك فيه واللي انت اعطوك اياه اللي انت اخترته عشان اضيفه للوزن الخاص فينك. هاي كانت الطريقة بكل اختصار كيف فيني انه اضيف وزن على من خلال تطبيق البيكاسوس على رحلة الطيران الخاص فيني. هلا الفيديو بيكون انتهى واشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.